كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. جامعة القبيعية اولا هذا واحد النهار اللي حنا فيه يمكن لينا نشعروا فيه بالسعادة، اولا لان احتفلنا كما قلت في الكلمة ديالي جوج الاحتفالات. الاحتفال الاول هو بتنصيب السي محمد الغالي الاستاذ الدكتور المعروف بجهده وبعطائه كعميد، واقول كاول عميد لكليه العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه بقلعه الصراره. والثاني الاحتفاء الثاني هو الاحتفاء بالبراعم بالشباب بالطلبه والطالبات ديالنا المتفوقين. هذا التفوق اليوم تنعطيو به كيكون واحد الحافز لهاد الطلبه، وهذا علاش نحتفلوا به كل سنه. فالسي محمد الغالي والكليه الحقوق كنتمنى ان هذا كان مجهود ديال متضافر ديال مجموعه ديال الفعاليات ديال الجامعات القبائيه الوزاره الوصيه باش هاد الكليه تشوف ترى النور وتكون معتمده بصفه رسميه من بعد ما كانت مركز لمده طويله. فكنتمنى ان هاد الكليه تساهم في الاشعاع ديال الاقليم، تساهم في تطوير المنظومه على مستوى جهات مراكش اسفي، وتساهم كذلك وبشكل جدي لانها كتجي في بدايه ديال وضع اسس جامعه مغربيه بمعايير دوليه، جامعه ديال التميز. احتفاء وتوزيع جوائز على الطلبه المتفوقين في مختلف المسالك والتخصصات، القانون والعلوم، القانون العام، القانون الخاص، قانون المدني، قانون الاعمال، الاقتصاد والتدبير، وكذلك توزيع الجوائز على الطلبه والطالبات الفائزين في مختلف المسابقات ديال الاسبوع العلمي والثقافي، وكذلك مبادرات اخرى ديال الطلبه فيما يتعلق بالاعمال الاجتماعيه والانسانيه اللي قمت بها كلية العلوم القانونية، خاصة ما تعلق بتبرع الدم، بعض العمليات الطبية، النظافة وغير ذلك. وأكيد أن الأجواء، الحضور ديال الآباء والأولياء والحضور ديال الأصدقاء ديال الطلبة والجيران ديالهم والمسؤولين